سوبر ماريا ماتت، خبر كان كفيل يقلب السوشيال ميديا كلها الساعات اللي فاتت، وتتحول كتير من الصفحات لدفتر عزاء كبير للتعزية والمواساة بعد وفاة ماريا اللي كانت معروفة بمحاربة السرطان، وكان الكل بيشارك معاها في رحلة علاجها وبيتمنوا انها تنتصر عليه في النهاية، لكن للأسف ما قدرتش ورحلت بعد صراع كبير مع المرض الخبيث. معاناة ماريا بدأت من فترة كبيرة بألام بسيطة في المعدة، ومع الوقت وتكرار الكشف فوجئت بإصابتها بسرطان في اللسان، علشان تبدأ بنت 27 سنة رحلتها مع العلاج في وقت كانت بتجهز هي وخطيبها صمويل للفرح. خطيب ماريا فضل رفيقها طول رحلة العلاج، كان كل أمله إنها تتغلب على المرض علشان يتم الزفاف على خير، وبقى كل متابعينه ومتابعينها يدعوا لهم يوميا في رحلة العلاج دي ويتمنوا لها الشفاء. ورغم إن أصدقاء وصديقات ماريا وقرايبها خصصوا لها أوقات محددة للصلاة والدعاء ليها وكمان متابعة رحلة علاجها بانتظام، لكن المرض الخبيث انتصر عليها في الآخر وفرقت عالمنا وسابت حالة حزن كبيرة وألم في قلوب محبيها. قرايب ماريا بمجرد ما أعلنوا عن وفاتها على السوشيال ميديا انهالت آلاف التعليقات الحزينة على صفحتها وآلاف الدعوات ليها بالرحمة، ويتمنوا لخطيبها وقرايبها الصبر على فراقها. من ضمن التعليقات اللي اتكتبت، واحدة من صديقاتها كتبت وقالت: عمري ما انسى فرحة ماريا أول يوم خدمة ليها في مدارس الأحد وشقاوتها الجميلة اللي دايما كانت بتلفت انتباهي بروحها الحلوة. يا شهيدة وعروسة المسيح وقدستنا الجميلة، أنا عارفة ومتأكدة دلوقتي قد إيه إنك فرحانة نفس فرحتك دي، لأن قلبك كان نقي وبسيط، متأكدين إنك أقرب حد لأي حد دلوقتي يطلبك. مبروك إنك خلاص عديتي كل صعب وإنك دلوقتي فعلا مبسوطة بجد، استريحت من التعب، مفيش وجع تاني، إحنا صلينا علشانك كتير بس ربنا طلع بيحبك أكتر مننا كلنا يا غالية. ما تنسيش تصللنا إننا نتمثل بقوة إيمانك وتحملك وشكرك وضحكتك الحلوة حتى وإنت في أشد تعبك، طول عمرك بتحب كل الناس وبتخدم الكل، صللنا يا أحلى وأجمل مرمورة. وتعليق تاني كتبته صديقتها وقالت: مع المسيح ذلك أفضل، هتوحشيني يا حبيبتي، ما كنتش فاكرة اليوم ده ممكن يجي، بس عارفة رحمتك يا رب إنك خليتها كده ترتاح من اللي هي كانت فيه. كنت دايما تقوليلي وحشتيني، هاتي ماما وبابا وبولا وتعالي، طب طالما احنا وحشينك رحت ليه؟ ربنا يصبرنا على فراقك وبقيت لينا شفيعة في السماء، بحبك قوي. وتعليق حزين كتبته صديقتها اللي قالت: قلبي وجعني عليك قوي، لكن هو ربنا بينقي القلوب النقية وياخدهم عنده، مبروك عليك السماء يا عروسة المسيح، استحملت تعب وألام كتير ومشيت في ليلة عيد صعود جسد العذراء، وكأنك بتودعينا بفرح وبتقولي ما تزعلوش أنا هكون في السماء فرحانة ومرتاحة من كل تعب. ربنا يعزينا ويصبرنا على فراقك.